وللمزيد معنا عبر الهاتف سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو في لجنة الأخوة البحرينية الإماراتية. نرحب فيك سعادة النائب علي زايد. لا شك دولة الإمارات العربية شهدت في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد نهضة وتطور شهد له العالم أجمع. كيف تصف ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم ملحوظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا أشكر لكم هذه الاستضافة، وفي البداية أود أن أرفع أسماء يعني الأصدقاء المواساه العربية في وفاة مغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة طيب الله ثراه، اللي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة يعني بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية، وكذلك نصرت كل قضاياها. كذلك أقدم بخلص التعزية لأسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحكام الإمارات الكرام في هذا المصاب الأليم. داعي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكن في سقف جناته، وأن يلهم أهله وذويه وأسرة آل نهيان الكرام وشعب الإمارات الشقيقة الصف والسلوان. وأنا أحب يعني أؤكد أن البلد واحد، البحرين والإمارات بلد واحد، والشعب واحد والمصاب واحد. لذلك يعني ما يصاب الإمارات يصاب البحرين، ويعني إنجازاتنا وحزننا وكله مشترك مع بعض. لذلك لما نتكلم عن المغفور له كان يعني قائد حكيم كرس حياته في خدمة شعبه والأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإنسانية جمعاء. مناقبه كثيرة، إسهاماته كثيرة، راح تظل هذه المناقب والإسهامات راسخة وبارزة في مظاهر نهضة الإمارات ومستقبلها. المناقب مثل ما ذكرت كثيرة في جميع مناحي العمل السياسي والاقتصادي التنموي الإنساني، وهو فقيد الأمتين العربية والإسلامية وقائد مرحلة التمكين في الإمارات. وحقيقة أن الإمارات ما فقدت يعني القائد عظيم فحسب، بل فقده العالم العربي الإسلامي. كان ربان أوصل دولة الإمارات إلى أعلى مراحل التقدم والتطور والتحديث، إضافة إلى الدور الكبير اللي قام به يعني الفقيد طيب الله ثراه في توطيد العلاقة بين الإمارات ودول مجلس التعاون وجميع الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع. نعم سيد علي، لا شك مواقف واضحة وثابتة أيضا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تجاه القضايا العربية والإقليمية، كيف تصف ذلك؟ طبعا السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، أول شيء في البداية أنا أود أتقدم بالتهنئة بمناسبة انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واتمني يعني متمني لسموه التوفيق والسداد ومواصلة مسيرة النهضة الإماراتية. ولا شك ان يعني سمو رئيس دولة الإمارات المنتخب محمد بن زايد هو تربى في كنف الوالد المؤسس الشيخ زايد رحمة الله عليه وتلقى تعليمه، ويعني كان له كل خطوات للأمة العربية والإسلامية التوحيدية، قائد سلام، قائد فذ، قائد أعطى لبلده يعني أخلص لبلده وأخلص للمواطن. وإحنا نشوف اليوم الإمارات يعني مزدهرة بالإنجازات والكبيرة ونفخر بإنجازات الإمارات. ومحمد يعني الشيخ محمد بن زايد للأمانة كان قائد، نشوف العلاقات الكبيرة يعني مبادراته القيمة، محاربته للإرهاب، مساهمته في توحيد الأمة العربية، هذه جعلته يعني أن يكون قائد ومتفائلين خير بقيادته لدولة الإمارات العربية ومواصلة يعني المسيرة التنموية والنهضة في الإمارات. نعم سعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عضو في لجنة الأخوة البحرينية الإماراتية، شكرا جزيلا لك.